أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً
أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا
المعاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم.